أنا محمد جمال عبد الملك من مدرسة نهر منصور كليمونسو لرهبات المحبة. أنا حبيت شارك بهذا المعرض وحبيت تنفيذ اختراعات جديدة عن كيفية الحصول على طاقة متطورة ومتجددة بلا استعمال أي وسيلة متلوثة أو بطاريات. وأنا بعتقد أن العمل اللي عملته أنا مقتنع فيه عبارة أن أنا رح استعمل ضغط الموج لتوليد ضغط ليرفع الهواء لتشغيل مروحة معلق فيها دينامو للحصول على الإنرجي المطلوبة.